السلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا ربك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت السلام يا كريم الأخلاق
Ya Rasul الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
لا التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruat yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karunialah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.